بسم الله الرحمن الرحيم بسم المهيمن أبتدي إملائي وبهمره شكرًا للنمائي ثم الصلاة مع السلام على الذي قد خص بالمعراج والإسراء والآل والأصحاب أعلام الهدى صيد المشاهد منجد اللهفاء مقامة الأسياف تركع في مهاريب الضلوع بغدوة وعشاء أو سنت الغارات في الفلوات أو سرت السرايا تحت اللواء هذا وإني قد نظمت لإخوتي إقذا عظيما نزأ النظراء في أبرك الأعداد تم نظامه هذا الكمال على حروف إيجائي فلقدت جوهره الثمين المنتقى من جعفر الفضلاء والعلماء مفت لنا من وهبهم وإمامهم بدلت ذا الخالي أن الخيلاء بهر الندى آل الذرى خذل التقى قطب الحقيقة مفرد الإنشاء على الإله مقامه في عدله وسقى ثراه بديمة هطلاء ونظمتها إرسا ليسهل إبلها مع همها للقارئ التلاء ليكون في فضل الإله وهرزي من ونظمتها هرسا ليسهل يفلها مع هملها للقارئ التلاء ليكون فيه فضل الإله وهرزه من كل ما يخشى من اللذاء أيضا ويأمن من عدو صائل وإذا سما في الفلك شر وباء أيضا ويأمن من خؤون سارق ومن الردى بالردم أو بلظائم أيضا ويظفر من مز الزبير وسعدهم وسعيدهم مسد الورى الصدقاء وبعبد الرحمن بن عوف ذي الغنى وأبي عبيدة سيد الأمناء وبأوسهم وإياسهم وأبيهم وأنيسهم وبأسعد السعداء فالأخنس المرضي مع أنسة كذا أوس وأرقم مع إياس بلاي أيضا كذا أنس زيد معونة رب المغابة فارس الغبراء وكذا ببعاث الرضا وبجيرهم وكذا البراء وبشر بن براء أيضا ببسبسة التقى وبشيرهم وبلال بن ثابت بدار بقائي وتميمهم سهب المشفى يكرم كرمائي وبثابت لعدائي وكذا بثعلبة الكمم أيضا وثعلبة التيران ضيائي وكذا بثقف النوث قاف طبق ما جاء الخلاف به لدى الفضلاء وبجابر وجبيرهم وكذا بزبار وجبر تقائي وبهمزة الكرار أم المصطفى أسد الإله وسيد الشهداء وبحارث وبحاطب وبحارث وبحارث مع حارث أفراء
وبهارثهم وهم وبسهمهم من سدرة السائب السامي بغير مرار وبسعدهم وسليمهم وبسعدهم من كان سيد قومهم لولا ماي وبسعدهم وسليتهم وبسعدهم وسنان مع سفيان بهر ندائي وسليمهم وسماكهم وسليمهم وكذا بسلمة مع سنان ردائي وبسهلهم وسليمهم وبسهلهم أيضا وسلمة ثم سعد نهائي وكذا بسلمة مع سهيل ثم سهيل ثم سعد قطب رجائي وسوادهم وسوادهم وسويبط خدر لطافة مرضي الظرفاء وكذا بشماس السنا وشجائهم وشريكهم من قد علوا ببهاء وكذا بسيفهم وصفوان رضا وصهيبهم وكذا صبيه جزائي وبلمة المتعان مع ضحاكهم أيضا وبالضحاك ذي الإعلاء وطفيلهم وطليبهم وطفيلهم ثم الطفيل المذيب البرحاء وبآسم وبآمر وبآسم وبآمر وبآقر الشجاع وبآمر وبآسم وبآمر 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 السبحاء وبآمر وبآسم وبآمر وبآمر من حفى بالنظراء وكذا بعبد الله مع عبادهم وكذا عبادة قصور الغراء وكذا بعبد الله مع عبادهم وكذا بعبد الله خدن صفاء وكذا بعبد الله صاحب أحمد وكذا بعبد الله رب ذكاء وكذا بعبد الله نزل رواعة والحبر عبد الله أوت نداء وكذا بعبد الله نسل سراقة وكذا بعبد الله للعنعياء وكذا بعبد الله نجل شريكهم وكذا بعبد الله ليس فضائي وكذا بعبد الله نسل سهيلهم وكذا بعبد الله للصغاء وكذا بعبد الله نزل عميرهم وكذا بعبد الله للفقراء وكذا بعبد الله مع أجدانهم وعدي المعروف بالزغباء وكذا بعبد الله مع أمالهم وبرعو قيد المعدود في النبلاء وكذا بعبد الله مع إتبانهم وكذا بعتبة أفصى الخطباء وكذا بعبد الله ثم عبيدهم وكذا بعتبة أعمل الآراء وكذا بعبد الله ثم عبيدهم وعبيدهم وبعقبة الرحماء وكذا بعبد الله ثم عبيدهم وعبيد المعمود في الإملاء وكذا بعبد الله مع عمد هما نصرى نبي الملة السمعاء وكذا بعبد الله ثم بعبدهم وبعبدهم رب الذي البيضاء وبعوفهم وعميرهم وعبيدة وعميرهم سيد الغلاياء وكذا بعبد الله ثم عميرهم وبعبد المقدار في الدهماء وكذا بعبد الله ثم بعبدهم ومارة المدن العذال فناي وبعصمة الأبرار ثم بعقبة وبأمر الموعود باللدناء وكذا بعبد الله ثم عشيمة وبأمرهم وبعقبة اللذباء وبأمرهم 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 وعويم المدفون في الفيعاء وكذا بعقبة مع عطية والفتى وكاسة السباق باللئلاء
فكذابي أبدا ثم عتبة والفتى عثمان من نوري بخيره خاري وبعبد الرحمن الورى وعياضي وبعبد ربي قاسم الجلائي وبأبس المشعور ثم بأمري عمارة المردي ليوسف رائي وبقائد الفرسان غنام الذي نصر الذي قد جاء باللمباء وبفروة الأبطال ثم بفاكه أهل التقى والزهد والإغضاء وبقيسهم وبقطبة وبقيسهم وقدامة المقدام في الوعساء وبقيسهم وقتالة من نينهم ردت بكف المصطفى اللسناء وبكابهم وبكابهم بهر الندى مبل التغاة بأسمر الفراء وكذا بلبدة ذي العلا من خزرج سهم البغاة الفاتك اللشاء وبمالك ومبشر وبمالك وبمالك ومعاذ اللبداء وبمالك وبمرسد وبمالك وكذا بمستعين رفيع بناء وبمحرز وبمالك ومجذر ومحمد من عد في الوزراء وبمالك وبمالك وكذا بمعشود كذا بمعاذ الفراء ومعاذ ومعاذ وكذا بمعبدي ومسعود ومعين سخاي أيضا بمدلال التقى ومعتب ومعتب ومعبد القراء وبمعبد وبمعني ومعبد ومعتب ومعاذ الحنفاء وبمعقل والمنذر الأوسي مع مقدار ومليل للبلغاء وبمهجأ والمنذر بن قدامة والمنذر المجري غير جزاء وكذا بمسعود ومسعود 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 أسود سراء وبمعمر ومحمد نهر السنة وبمصعب ذي الهمة قعصاء وبنوفل والنظر مع نعمانهم أيضا وبالنعمان ذي اللالاء أيضا وبالنعمان والنعمان من حلا قصور الجنة الغناء أيضا وبالنعمان والنعمان من نعمان مرد العصبة الرذلاء أيضا وإيمان الذي قد حاز من إلهاك خير الخلق كل مناء وبواقد وبوهبه وكذا بودقة ثم وهب عطائي وبهانهم وهبيرهم وهلالهم صحب النبي اللاشم الرجائي أيضا وبالشهد الشجاع يزيد من ثبتت شهادته بغير خفائي ويزيدهم 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 ويزيد للعرفاء وبكمل الأصحاب أرباب الكنى منهم أبو قيس شهير شفاي أيضا أبو أيوب ذي الفضل الذي نالت به الأقوام كلها نائم أيضا أبو داود لسان ذرى وأبو جزالة أشتأ الرفقاء وأبو اليعبر من أدار رحى الوغى وأبو هليفة أوحد النجباء وأبو حبيب ما أبي حسن النهى وأبي خزيمة حازم اللعبان وأبو لهبة مع أبي خلاد وأبو لحنة حاسد السخفاء وأبو لسبرة مع أبي سلمة كذا بأبي سليط سيد الكملاء وأبو سنان مع أبي شيخ كذا بأبي لسرمة ضد أهل شقاء وأبو لبابة مع أبي طلحة كذا بأبي مليل هام إلا الداي أيضا أبو ضياء الباهي العلا وأبو المكبشة كاشف الغماء وأبو عقيل مع أبي مقشيه وأبو المرسد قامع السفهاء وأبو قتادة مع أبي مسعود
ഹൃദയം പാപുല്യ സമവാഹി നുഖബായ ഫകദാബുല്യ സിർസൗലുൽ അസ്മി പാപുല്യ ഖാദിയത്തിൻ ഫസീഹു ഫിനായി. മഹാന്മാരായ وخراسهم وكذا بخيسمة الندى أيضا بخلاد الفتي سنائي وكذا بذكبان الكذيب الخزرد رب الشعارة مبغض الفحشاء وبرافع ورفاعة ورفاعة وبرافع ورفاعة الرفاع وبرافع بن يزيد زيد فقام مع رحلة يسمو بها لذكاء زيد الأوسي نجل وديا وزياد الأوسي رب رضائي وبسعدهم وسبيعهم وبسعدهم وسعدهم وسليم القرمائي وبسهلهم وسليمهم وبسهلهم وكذا بسلمة ثم سهل وفائي وبسعدهم هذا المكارم من سطى في جيش أهل الملة السنائي وكذا بشماس الذي سلب النهى بكهيل تلك المقلة الكهلاي وكذا بسيفيه جبر شجاعة من قاتل الأعداء غير مرائين وكذا بغمرة من ذهب بالشظى بكريم هيكلي على الأنحاء وبآمر وكذا بعبد الله هم ما بآمر ما آمر الفقهاء وكذا بعبد الله ما أبدالهم وبأمرهم ما أبدة الشرفاء وبأمرهم وأمينهم ما أمرهم وعبيرهم ما أمر النظهاء وكذا بعبد الله ثم برتبة وعمارة ما أمر الزعماء وكذا بعبد الله ثم عبيدهم وكذا بأقربة الأغير إباء وكذا بعبد الله ما أبدالهم مع عباس وبأبي رحمن ليد إذائي وكذا بأنترة وعبد الله من يسمو عبد الله نجم يدائي وبقيسهم 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 وبقرة الله باب والقرباء وكذا بكيسان الإمام الخزرج رب النجابة كيس الأكفاء وبمالك 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 وبمصعب ومجذر الحنفاء وبمعبد وبمالك للمجد من فق الورى بالطلعة الغراء وبنوفل وكذا بنعمان رضا وكذا بنعمان البهر سعاء وكذا بنعمان بن مالك الذي قد بد قوم الملة الأوداء وبوهب الزراء وبوهب الزراء يوم الصلاة
ليس المشاهد قدوة الرغبات ويزيدهم ويزيدهم ويشارهم من قد سموا بالملة الأسماء وأبي هبيرة من أبي سفيان ما أبي هرام كاشف العباء وأبو الأيمن من أبي زيد التقى وأبو النعبة أيقن اللغلاء. الحمد لله മഹാന്മാരായ സാബുൽ ബദുർ സാബുൽ ഉഹദി ഇവരെ തവസ്സുലാക്കി നാം ബൈത്ത് ചൊല്ലി അവരെ തവസ്സു ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ദുആ ബൈത്താണ് ചൊല്ലാനുള്ളത്. അതോ കയ മൗലൽ വറ മുതലയ بجميعهم والآل والصلحاء أن تحمينا من أذيات الإذاء وتجيرني من فتنة الأهواء وتكون لي في كل آن ساترا من سترك الله بخير غطائي وبحسنك الحسن المني تصونني من كل ما خشى من اللقداء وتصون نفسي في مدائك التي ما أختشي بها ضياء مدائي وعلي وعلي تضرب صور حفظ عنايتي صمدية تترى ليوم قضائي وعلي تسبل بربة لسعادة وسيادة تنمي على القرناء أيضا وتطبق كل ثغر ناطق عني بشر قاصد لإذائي أيضا ومن بالذر يرمقني أذى عاقبه يا رب الورى بأمائي أيضا وتقهر من بقهر رمن قهرا يوهم لذة الإغفائي أيضا وتمنعه القرار وراهة وبه تضيق راسي الأرجاء وتغلى أيدي الحاسدين كذا العدا فإلى الله تخرج من يرى إنكاري من أوزة الإيمان واللطف الغضب وترده بالكيل والعياء أيضا وتكويني شماتة شامت وعذية من معتد بهائي وتكون عما فات لي إبلا كذا في كل حادثة تزيل ضأنائي أيضا وتعصبني من الأشرار مع مهن الزمان وقربة الليل أيضا وتبعد ما أمامي ثم ما خلفي وما خشى من الأسباب أيضا وفي الدارين تسجدني كذا وتنين لي يا رب كل ثرائي وتهفني بخفي لطفك في القضاء وتكف عني شهوتي وهوائي أيضا وتسجدني خفي معية في الليل والأوطان والآناء أيضا تجود على الضعيف برحمة مع عفوك المعدود للخطائين أيضا تمهد لي بدادا في القلوب وتذهب يا ربي للبغضاء وتمد عيشي في المدينة منة مدا مدينا في كل غناء أيضا وتقضي كل ديني غالبا وجميع مال الخلق بالرضا أيضا وتغفر للذنوب بأسبها وتطيب المكسوب باستغناء أيضا وتقبل سائر الحسنات ثم تهون السكرات يوم لقائي وتقيل يا رب البرية عشرتي إني أبينك أضعف الضعفاء أيضا من الظلمات تخرجني إلى نور اليقين وجملة الأبناء
ايلاقي اماراتي بمالراتي ان كل معصيه بخير وفاء ايلاقي وتهيني حياه سعاده وتمكن الايمان من سودائي ايلاقي وتصرف ما يمازج مهجتي من مشهد الاغيار في الاشياء وتصد عني ظلم نفسي والهوى وتزيل عني مؤمن الخضرائي وتنيلني كأسا هنيئا سائغا من كوثر المختار يوم ظماني أيضا وتوقظ من فتور همة حتى أنال مراتب سلها أيضا وترسل في المهابة منك من عيني سافها دمعة وطفائي وطفائي أيضا وتغيب كل داء نال لي في الدين والدنيا مع اللوائي وتبيه لي كل المطالب سرعة وتحسن العقوبة بغير عيائي أيضا ومد سرادق الأستار للقاري وهذا الناظم من خطاب خطائي ومعسليها ثم كاتبها فكن لهم معينا عند كل أنائي ثم الصلاة على النبي وآله والصعب والأتباع والسفراء ما شيم برق البيض من نفق الوغى أو جالت الفرسان في البيداء يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي.